السجن بقى احنا مش بنودي الاسم ولا حاجه ولا بنجيب البوليس لو ان فيه بيجيب، لكن السجن هو ان اخويا ماشي معايا كويس بعدين وقع عمل غلطه ورجع مكمل. انا بصور الغلطه دي وبروزها برواز واسجنه في راسي او في قلبي، فمنين ما اشوفه يطلع لي البرواز وفيه الغلطه، ابص في وشه مش شايف اي حاجه غير الغلطه، مشاعري كلها بتقوم عليا لما اشوفه او اسمع اسمه، لان كل مشاعر الغضب والمرار مرتبطه بالغلطه ارتبطت بيه هو، فما عادش يبقى انا سجنته في الحاجه دي، فبقى مسجون في مشاعري في مخي على طول فاكره. لو شفت واحد شبهه يحصل لي نفس الحاجه، لو سمعت اسمه، لو جت سيرته، فببقى متنغص. ليه؟ لان انا حبسه جوايا حتى لو انا مليش علاقه بيه دلوقتي، بيطلع لي بالبرواز اللي فيه الغلط ده، اسمه السجن، انا سجناه جوايا بالغلطه بتاعتي. بس في نوع تاني بقى من السجن، لما الملك زعل، قال له ايها العبد الشرير، زعل من العبد الاولاني. يعني ده مؤشر خطير، هذا السيد المسيح له كل المجد يقول على حد عبد شرير، اللي ما سمحش وبعدين سلمه للمعذبين. ده السجن بقى اللي فيه معذبين، صعب، المرارة والحزن والكآبة والصحة بتتدهور والحقد والغيظ، لا والذاكر بيتذكر انه يعني كان ممكن غفر وتحل كل ويبقى مربوط بالماضي، ما بيتقدمش لقدام. المرارة بتعيق النمو الروحي والنفسي.